انا عايز اوضح برضو حزب الرمش. الحزب كان لمده اكثر من 10 سنوات وانتم كلكم عارفين طبعا الادوار اللي قمنا بيها جميعا، واحنا فخورين بهذا الدور وفخورين اكثر من مره بتواجدنا مع هذه الائتلافات القويه جدا. حزب المؤتمر انا بعتبره اكبر حزب النهارده موجود في مصر. حزب التجمع هو اقدم حزب في مصر وتاريخه، وبالتالي حزب الغزه لما يكون حاضر هذه الاحزاب هيبقى له وزن كبير في المرحله القادمه، لان كلنا فكرنا اتجاه مدني وسطي، ما حدش فينا عنده توجهات غير ليبراليه. الا طبعا الليبراليه دي جايه معانا كتير جدا، لكن احنا نصر الليبراليه بمعنى المدنيه الوسطيه. فالنقطه النهارده احنا خرجنا من ائتلاف الجبهه المصريه، لا يعني ان في خصومه بيننا وبينهم اطلاقا. هو في اختلاف في الفكر وفي الايديولوجيه بتاعت التعامل المرحله القادمه. احنا النهارده كاحزاب بنفكر ان احنا يا اما كان يبقى لنا القايمه بتاعتنا العديله، يا اما في القايمه بتاعت الزنزوري اللي هم اختاروها او تم الوضع اسمها، ونحن على استعداد لدعم هذه القايمه حتى لو احنا مش فيها، اذا كانت هي دي القايمه الوطنيه المدنيه، واحنا مقتنعين بهذا الكلام. ولكن ده لا يعني ان احنا ما نكونش لينا برضه شكلنا ووضعنا، فلابد الاختيار، يا اما لينا القايمه بتاعتنا كائتلاف، يا اما لينا القايمه اللي هي مع الدكتور منزوري ونتعامل على اساسها وندعمها كلنا. فوضى الوقت واحنا فعلا بنتكلم معاه، وفي برضه مع الجبهه نفسها او مع الدكتور منزوري ايا كان اي ائتلاف هيحاول يخش معانا او يدعونا للعمل معاه، احنا جاهزين لهذا الكلام. انا بس عايز اقول اطمن الناس كلها ان الثلاث احزاب الموجوده هي قادره وتستطيع انها تكون فعلا بدور بناء في المرحله القادمه لمصر. وانا مش عايز حد يبقى عنده قلق من هذا التقرب او هذا الخروج من الجبهه المصريه، لان احنا كنا ميزان كبير جوه هذه الجبهه وكنا موجودين مع بعض النهارده، فده دليل ان هذا الميزان مستمر وبيكبر حاليا. وانا مش عايز اطول، بس ده دي كلمه الرساله اللي عايز اقولها، احنا موجودين وهنستمر لموظفين مصلحه مصر فعلا.